المشكلة يا شيخ أن الشيخ محمود هذا بن علي العمري أن الشيخ له تزكيات من محمد العريفي ومن سعد البريك، دائما يوصون بمتابعته. يا أخي اسمع، هذول هل هم أخذوا تزكيات؟ كيف؟ كيف يا شيخ؟ هذا أشخاص، نعم، مثل العريفي والثاني ذا، هل هم أخذوا تزكيات من الشيخ بن باز ولا الشيخ بن حميد ولا اللي ما من المشايخ السجيين ولا هل أخذوا منهم تزكيات؟ لا أبدا أبدا يا شيخ. هذا لا قصاص.